ازاي بقى قدرتي تاكلي عنكبوت اصلا؟ يعني البيت طاهر وهيفضل طاهر. مالك حبيبتي، هيدا البيت طاهر ورح يقعد طاهر. اوكي سي ميزون تري بيور اي سافا ريستي بيور. حلوة يا بلدي ماما كاموا il me parle d'aventure. Thank you gossip, I love you. هاي سينتيا، انا محمد حمو، ممكن نتعرف؟ ممكن نتعرف. اوكي مبدئيا يعني ايه سينتيا؟ حاجه لها علاقه بالقمر باليوناني. ايه الدلع متعرف عليه باسمك؟ سنسن او سانتوش. وانت بتحبي يعني اكتر؟ سانتوش. اوكي سؤال بنات كتير ما بتحبش تجاوب عليه، عندك كام سنه؟ 28. طب انت مش بتخافي من حته ان الناس يقولوا لك لا مش بحب اقول؟ لا ما عنديش مشكله خالص، بالعكس ما عنديش. المهم نروح تبقى يونج وتبقى صغيره، فمش فارقه الرقم خالص. انت مواليد 16 فبراير صح؟ صح. يعني برج الدلو. ماشي، من عيوب برج خطير الدلو خطير فعلا. من عيوب بنات برج الدلو ان هم متقلبين المزاج جدا، صح ولا لا؟ صح. العناد صح. اوكي الفضول صح. طب الفضول ده مش بيعمل لك مشاكل؟ لا حسب، يعني الفضول مش بالحاجات اللي هي سخيفه او في حاجات الناس او في قصص الناس، اكتر فضول اللي هو طموح، فضول في المعرفه اكتر، في المغامره، في شغلي، في الافلام، في المزيكا، فضول ايجابي اذا ممكن نسمي. عايز عندك فضول تتعرفي على حاجات اكتر من كده. ايوه بكتير. وتعرف على ناس، تعرف على بلدان وكالتشرز وثقافات. تسرع؟ يعني متسرعة، ممكن أقول متسرعة وعفوية قوي، امبولسيف قوي، يعني باخد قرارات بسرعة. من مميزات برج الدلو لما بتحب بتحب عمق جدا جدا جدا. صح. هل الموضوع ده بيسبب لك مشاكل في العلاقات بشكل عام؟ قوي. بجد؟ يعني بحب من قلبي ومرات وبتسرع زي ما قلنا، فدول مع بعض كومبينيشن مش كتير. خطير يعني. ممكن احب غلط، فاهم قصدي؟ للاسف. اوكي عندك اخوات؟ عندي 2، ربنا يخليهم يا رب. واحد اكبر واحد اصغر. انت درستي حاجات كتيره جدا، قول لنا درستي ايه وفين؟ انا درست سينما في الجامعه اليسوعيه في لبنان، جامعه فرنسيه، وخلصت السينما وبعد كده رحت برشلونه ودرست بالاكتر سبيس تمثيل كريتيف اكتنج. ليه اخترتي برشلونه بالذات ان انت تسافري؟ من ورا فيلم اسمه، من ورا فيلم بتاع اللي هو اسمه ايه الفيلم؟ نسيت الفيلم، استنوا بس. ايه اسمه ايه الفيلم لازم نجيبه ده؟ بنيلوبي كروز خافيير باردام برشلونه. ايه ده نسيته خالص. حببني في المدينه، قلت انا عايزه اروح عشان مغامره مش عشان دراسه، فاهم قصدي؟ بيكي كريستينا برشلونه. اوكي درستي فرنسا وعملتي مسلسلين هناك، وانت هناك كنت مشتركه في رياليتي شو، وكان في العاب كتيره جدا منها ان انت تاكلي دوده وعنكبوت. يس. أوكي. عملت ريسيرش كويس قوي، برافو. ازاي بقى قدرتي تاكلي عنكبوت اصلا يعني؟ ايوه دي كانت بجد، كانت من 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 اكثر المغامرات في حياتي، بس علمتني التحدي وعلمتني قد ايه العقل ممكن يسيطر علينا. ممكن احنا مسيطر على كل حاجه، على التعب، على الزعل، على الديبرشن من ورا العقل، بجد منتل باور. فانا عشت 21 يوم في الغابه من غير اكل، من غير سرير، من غير توث براش ولا حاجه. ده كان سرفايفر بجد. واخر حاجه كان تحدي، وانا عارفه ان التحدي الاكبر، انا بعمل رياضه وبحب البحر وما كانش عندي مشكله في الغابه وفي النيتشر، بس التحدي الاكبر اللي كان يجي هو اكل الانسكت دي. وجالي التحدي ده، كنت لازم يعمله يخرج من المغامره، فانا قلت انا جايه all the way to Thailand عشان اعمله. فاكلت سبايدر قد كده، وما تسالنيش ازاي بجد، ما تسالنيش. طعمه حلو؟ طيب لا عايز دوده. لا اصل انا وانا بشوف يعني، انا شفتك كده. شفتها؟ هو انت ازاي وكان في دوده صاحيه تقريبا؟ شفت عايز، دي كانت عايشه، وقالوا لي لازم اشيل الراس بتاعها الاسود عشان بيسمم، فاهم قصدي؟ اصلا حاجه بتسمم يعني. اساسا بس انا فخوره في الموقف ده، وانا فخور بيكي الصراحه ان انت عملتي كده يعني. اوكي اول حاجه مثلتيها كان عندك 11 سنه بس. السؤال هنا بقى ان انت من وقتها وانت عارفه انك عايزه تكوني ممثله، ولا الدور ده اللي كان ورا حبك للتمثيل بعد كده؟ لا انا اللي ركبت ورا الدور اكشلي. انا كان عمري 11 سنه، كنت عايزه امثل قوي، وكنا نعرف الشخص اللي بيكتب المسلسل، فكنت بزن على بابي روح قول له انا عايزه امثل، بابي روح قول له انا عايزه امثل، انا عايزه امثل. فبالاخر عملوا لي كده كاستنج ومثلت، ووقتها اتاكدت ان انا مش عايزه اعمل حاجه ثانيه في حياتي. قعدتي من بعد اول عمل ليكي 6 سنين بعيده عن الاضواء تماما، وبعدها رجعتي كمذيعه. احكي لنا عملتي ايه في الفتره دي، وليه كان اول ظهور كان كمذيعه مش كممثله؟ لا كنت عايزه برضو ابقى ممثله، بس انا وقفت عشان المدرسه، وكنت عايشه بعيد عن بيروت عن المدينه، واهلي ما كانوش راضيين ان انا خلال المدرسه اشتغل في الدومين ده. بس اول ما فتحت الام تي في جالي تشانس ان انا اعمل كاستنج، فانا كنت عايزه اي باب او بوابه تدخلني الاندستري، فروحت عملت كاستنج وحبيت الشو، وبعدها اخذت اول دور ليا ودرست السينما واتسترا، فكان كمنبر ليا ان انا اخش في التمثيل من خلال التلفزيون. دلوقتي انت برضو ممكن ترجعي
مذيعه تاني ولا انت عايز تركزي في التمثيل بس؟ دلوقتي عايزه اركز في التمثيل عشان بياخد وقت قوي وعايزه بجد ابقى خلاص ادي كل حاجه للتمثيل في السنين دول اللي انا يونج فيهم وعندي انرجي فيهم واتسترا. بس اكيد يوما ما او يمكن بارللي اونلاين ممكن اعمل حاجه ليا اقدر اوصل صوتي كسنتي خليفه ومش كدور, اقدر اقول حاجات انا عايزه اقولها كسنتي خليفه ويكون عندي انفلوينس على الناس كسنتيا, كافكار سنتيا مش كدور معين. فاجئتينك مهرجان القاهره لما كنت بعمل معاكي انترفيو هناك ان صوتك خطير جدا, انا اتخضيت اللي هو غنينا حاجه بتحبيها فلقيت مره واحده حلوه يا بلدي طالعه كده بصوت مش جدا خطيره. عندك خطط ان انت موضوع الغنى ده تاخديه بشكل احترافي وتبقي مغنيه جنب التمثيل ولا لا؟ ان شاء الله عندك مش جنب التمثيل, مع التمثيل عايزه اخد دور غنائي ده سون فيري سون. وصورت السنه اللي فاتت فيلم اسمه مانهاتن كينج واخده دور حد بيروح على نيويورك عشان يحقق حلمه في الغناء, فده ان شاء الله بيطلع في 2022. طب انت اصلا مثلتي قبل كده في بلاد تانية صح؟ صح. فين بقى وعملتي, كان مسلسلات ولا افلام؟ لا عملت شورت فيلمز وعملت مسلسلات فرنسا وبرلين. برلين كان اكتر شورت فيلمز, طبعا دبي ابو ظبي والعالم العربي مصر حبيبتي من زمان قوي وتركيا واردن. طب بالمناسبه حلو بقى ان انت صوتك حلو ده, يعني عايز بقى استغل الحوار ده ماشي وعايزه تغني اغنيه لشيرين. يا ليل ايه يعني غرامك ودعني, ايه يعني فارقني ولا رجعلي. طب عايز تغني اللي بتحبيها بس اغنيه عربيه. حلوه يا بلدي غنوه حلوه وغنوتين, حلوه يا بلدي املي دايما كان يا بلدي اني ارجع لك يا بلدي وافضل دايما جنبك على طول. دي لبنان. لبنان حاجه محدش يعرفها عني كلام عوض. اتجوز. حياتني اتجوز. اوكي ماشي دلوقتي السيكونس الثاني. محدش كان عارف صح. اوكي سيكونس ثاني كومنت. السيكونس ده هقول لك حاجات عندك على السوشيال ميديا وانت هتقولي كومنت عليها. اوكي اول صوره ليكي على انستغرام كانت يوم 25 اكتوبر 2017 حلو, واول صوره ليكي على فيسبوك بيج كانت 24 مايو 2011. ليه مسحتي كل الصور القديمه على انستغرام؟ برافو عليك يا شاطر. عشان كان في بالظبط 9000 صوره انت فاهم. يا لهوي انا بدات على انستغرام 2014 كده وقتها ما كناش سلكتيف قوي في الصور فكون اي حاجه مصورها ازازه ميه اي حاجه فبدات امسح كده شويه عشان نظف. انا فخوره في كل حته من حياتي وكل سنه من حياتي. هرجعها في صور من 2014 ما تقلقش. اوكي 197 صوره على انستغرام مبينين انت واحده بتحبي اللبس جدا والفاشن جدا جدا صح. وبتحافظ دايما على جسمك وحتى قلتي في انترفيو لما سالتي جيم ولا شوبينج قلتي جيم صح. ولان بقى انت دلوقتي طولك كام ووزنك كام؟ اول حاجه ده قلت لك اوكي طولي مترو 63 ووزني 52 كيلوغرام. اوكي اكتر وزن وصلتي له كان كام؟ اعتقد 56 اصلا. تمام ماشي ميرسي جدا. انا عمري تقريبا يا جماعه ما وصلت 56. انا محمد كلبس حد حبيبي كبس والله. اوكي في يوم 10 يناير 2020 نزلتي صوره وانت لابسه بليزر. انت بتخوفني كده انت ايه مع الديتس بقى يعني. اوكي نزلت صوره مع 10 يناير 2020 نزلتي صوره وانت لابسه بليزر مكتوب عليه حظ سعيد. انت بتؤمني بفكره الحظ ولا شايفه ان الشغل عامه هو اجتهاد بس مفيش حاجه اسمها حظ؟ لا انا بامن بالحظ بس مش بامن الحظ بيجي لناس وناس. الحظ موجود انا بامن ان احنا لازم نركض وندور عليه ونلاقيه. يعني لو انت قاعد على الكنبه وانت عندك حلم معين برات الكنبه دي او البيت ده ما تقولش ان انت ما عندكش حظ. انت ما حاولتش تلاقيه للحظ صح. اخرج من بيتك وهتلاقيه فاهم قصدي. فانا اي ثينك اتس تو ويز بيلتقوا الحظ والاجتهاد مع بعض. انت بقى حظك سعيد الحمد لله يا رب على طول. في صور كتير ليكي الكابشن بتاعها مكتوب بالفرنش بتطلعي في ستوريز كتير بتتكلمي برضه بالفرنش. بقى وي بيان سور جو بار فرونسي. اصلا انت بتتكلمي كام لغه؟ ثلاث لغات فرنسي انجليزي وعربي, وعربي بتكلم لهجات بقى لبناني سوري ده كويس قوي, المصري طبعا بيتحسن كل يوم عظيم قوي yeah. والفصحى طبعا انا وادي الجن المسلسل بتاعنا اللي هينزل في فبروري هو فصحى. طب ماشي هقعد معاكي لعبه لطيفه قوي بما انك انت ممثله. سؤال لطيف بتعرفي تردحي؟ اردح تردحي يعني اللي هو هو لا 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 هو ده. لا انا بنقوله زلغوطه. اردحي اسمها ايه؟
زلغوطه. زلغوطه عندنا زغروطه. زغروطه اوكي. هو لا تردعي دي بقى يعني زغروطه ولا هو يعني ايه مش عارف تتخانقي يعني. اه انا عايزك بقى تديني اداء مصري جدا رقح. اوكي مره دي باللبناني ومره بالمصري ومره بالفرنش ومره بالانجلش. اوف اوكي. بس اول حاجه بالمصري اتفضلي يا فندم معاكي المايك. اي 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 يا مالك البيت طاهر وهيفضل طاهر. مالك حبيبتي هيدا البيت طاهر وراح يقعد طاهر. اوكي سي ميزون تري بيغ اي سا فا ريستي بيغ. انت بتخافي كده بالفرنش؟ هو عارف ان كل بقى كل جنسيه لها روح في الخناق انت عارف. ايه اكيد بس طبعا. بس احلى روح خناق فين؟ المصريه طبعا. لا هما بيخافوا من قلبهم قوي. اه انا عارفه وانا بحب كده قوي والله انسبريشنال قوي بقى. انا عايز بقى سيبك من الجمله دي عايز تتخانقي او تتعصبي بالفرنش جدا. شو مفيش شيء ازيك انت فاشي؟ انا مش فاهم. طب انجلش بقى احنا ما جاناش عن الانجلش. اوكي ام اوفر ذس. فاين كان وي جو تو ذا نيكست كويشن بليز؟ ثانك يو. ار يو غانا ايفر ستوب ذس جيم؟ كوز ام اوفر ات. فاين. اي دونت وانت بلاي اني مور. اي دونت وانت جوسب. باي. كانت قبل الحلقه دي غريبه تغادر الانترفيو. هيدي السكوب من فوق. طب انا عايز تشرحي لي الفرق بين السوري واللبناني في الخناقات. اوكي. لا هو الفرق هو لفظ الكلمات نفسها بين السوري واللبناني. الفرق في النغمه يعني شو حبيبي شو فكرك لا ما رح تقعد هنا لا روح لبرا. فاهم قصدي؟ ده سوري صح؟ ده سوري. اوكي شو حبيبي لا شو فكرك لا ما رح تقعد هون ظهر لبرا. ده اللبناني. الفرق بقى لاحظنا في صور عندك ان لون عينيكي بيتغير. سؤال بقى جماهيري جدا الناس عايز تعرف لون عينيكي ايه. هو بجد ما بحطش لانسز على فكره. اللايت براون ممكن مرات في الشمس قوي 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 لما بيصغر البيوبل دي النقطه السوداء بتصغر بوبو العين يعني بيبين اخضر شويه. 26 يونيو 2019 نزلتي فيديو وانت ماشيه بتغني شوارع باريس اغنيه حلوه قوي. فاكره الاغنيه دي ولا لا؟ انا حاسه كان في كان في مهرجان كان. لا 2019. اه لا كنت في باريس صح. اه لا ازاي عرفت دول؟ تهزريش بقى. منين بقى؟ احنا جوش بس انت تهزريش. لا هو نورد جد. Mon moi, il me parle d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour, comme il parle des voitures. Et moi, je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui. Mon mec à moi. تعرف بتقول ايه؟ بتقول بيضل يقول لي بحبني 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 بس بحب بس في الاخر بحب العرب. بيتكلم عن العربيات وبحب العربيات اكتر مني بكتير. بعد كل ده دي تطبق على كتير ناس. ها تطبق على كتير ناس. حاطه رقم موبايل على فيسبوك لو اتصلنا دلوقتي مين هيرد علينا؟ انا حاطه رقم موبايل على فيسبوك. لا رقم حاطه رقم موبايل على فيسبوك. اه والله جد والله العظيم. يا لهوي لو اتصلنا دلوقتي مين هيرد علينا بقى؟ مش عارفه. لا بجد والله ما اعرفش. والله مش عارفه. تعالوا نتصل دلوقتي. لا بجد مش عارفه. بجد في رقم تليفون؟ اه والله. طب يا جماعه نشوف مين بجد نتكلم ونشوف مين. لا انا مصدومه يا لهوي. انا ممكن اكلم سينتيا. طب مش بهزر بجد. ده رقمي. اه ده رقم سينتيا. ايه ده مين حاطه على فيسبوك؟ ده غريب قوي. شكرا للمعلومات جوسب. ماشي دلوقتي احنا خلصنا السيكونس ده. تخيل السيكونس الجاي اللي هو سينتيا فيرسس زينب. انا بجد متشكره على المعلومات اللي انت بتديها لي دي النهارده بجد. اوكي دلوقتي انا اقول لك حاجات. شخصيه زينب اللي انت قدمتيها في مسلسل نمر 2 مع ياسر ياسين عملتها وانت تقولي لي لو انت مكانها هتعملي ايه. اوكي. طموح زينه خلاها تضحي بعلاقتها مع سيف. انت بقى ممكن شغلك ومستقبلك يكون ليهم اولويه عن الشخص اللي في حياتك؟ لا هلاقي ميدل جراوند طبيعي. هلاقي ميدل جراوند. مش هسيب جوزي ات اول. زي ما قلت انا حد بحبه وبحب للاخر وونس بقرر ان اكون في علاقه بكون في الاخر فيها. فمفيش حاجه هتاخد مكان حد حاجه. لو انا مش ريدي وجاهزه ان انا يكون عندي شغلي والعلاقه دي مش هخش فيهم اصلا. زي انا رجعت لسير تاني بعد ما شك فيها وقرر ينفصل عنها. سنتيا ممكن تسمع حد شك فيها وتعمل خيانه والحاجات دي بجد؟ ايه ده بحب. انت كيوت قوي. ايوه عارف. اوكي. زينة حبت سيف رغم انه متردد جدا وهو مش عارف هو عايز ايه قوي. انت ممكن تحبي شخص فيه الصفه دي اللي هو مش طموح ومش عارف عايز ايه برضه؟ مش طموح لا. لازم يبقى طموح في الشغل زيي. بس مش عارف مرات لو حد تايه بقى وبيتصرف بطريقه مش متاكد انه عايز يكون معايا وانا حبيته ممكن. لو الشخص انت مرتبطه بيه جه قال لك ان انا جاي اوفر شغل مع الاكس بتاعتي وهسافر كذا شهر معاها بره، انت كسنتي هتوافقي ولا لا؟ هتعصب قوي اكيد. انا بغير قوي بس ولا مش هوافق. لا مش ما اعتقدش اني هوافق.
بجد؟ يعني مش هوافق على طول، هيحصل طبعا في نقاش وفي اسئله وفي انفستيجيشن وفي في 16 يونيو 2019 زيك بالظبط. هيصير يحصل كل ده، بس بعديها لو وصلنا لاتفاق يعني. بس انت غلبانه في الاخر برضو هتوافقي صح؟ لا بس بس بشروط معينه. لا بشروط معينه. اوكي، زينا حاولت ترجع للسيف رغم ان هي عارفه انه ارتبط. بالنسبه ان احنا مجتمع شرقي وكده، ممكن يبقى انت يبقى عندك انت جرأة زينا ان هي تعمل ده مع الشخص اللي بتحبه، ان هي ترجع. لا انا خالص بالنسبه لي يعني اي ستيب انا ممكن اعملها او حركه او تعارف، حتى مرات عندي خوف ببقى مثلا قاعده مع مثلا على ترابيزه ليتس سي جروب وفي حد ومراته بحس عليها انها بتتضايق وكده، انا ببقى عندي خوف اصلا اتكلم مع الشخص ده. فلا عندي احترام قوي قوي بالنسبه للعلاقات والمراه والراي اتنين، يعني ما بحبش خالص اي حركه مني تاثر على بيت او على شخص او على علاقه معينه خالص. فلا يعني لو اللي حبيته من زمان هو في علاقه دلوقتي ومبسوطين مش بقرب عليه خالص بسيبه. كده خلصنا؟ لا لسه والله خلصنا للاسف. ثانك يو سو ماتش. بصي انا عايزك حاجه بسيطه جدا. انا يعني كتير. جدا جدا جدا، وانت طلعتي خطيره اكتر ما كنت متوقعه حبيبي. ثانك يو ثانك يو. لا بجد ثانك يو ليكوا كلكوا التيم، غنينا وانبسطنا وخبطتني ان رقمي على فيسبوك. ازاي بجد ازاي؟ بس ثانك يو جوسف، اي لاف يو.